ايه قبل بيومين اتصل اللي كنت انا بعت له مصاري. ايه عم بيقول لي وصلوا شوي. قال لي اشتريت سياره جديده بابا مبروك. عاد صار يمزح معي انه بدك تغيرها لنسرين لاخته وكذا مش عارف شو وصار يضحك. اصلا هو ميكانيك طيران عرف شوي وراح بيعمل تريننج بامريكا شوي. بس هونيك ما هو من صغره بيهو الطيران. كان يطلب الالت اللي بعته الفا واحيانا اخته تبعته بالسر وامه تبعت له بالسر عني وانا ما يقول لي الف الفين اللي بعته 1500 1600. يعني انا بعد عمل كبير انه ما يكونش هو على الطياره حتى يسر له باسبور وحدا بيستعمل اسمه عرف شو. نحن بعدين عائلتنا بتشتري بكل الوطن العربي من مصر للجزائر للسعودية للعراق. هو بريء بريء وبس بريء شوي لأنه يعني ما ربيته على الحقد شوي. وأنا بزماني ما صرصور ما فيني شقتل ما كان في يعني اسفي أنا ومانا متعصبين. شفتوا بنات هذا رايت بربي متعصي. خلص وقفنا